يمتلك مهارات، يمتلك إمكانيات. هنا خطر جول، واحد لا شيء. شوف شوف شوف، هنا الكرة الماضية وهنا التمريرة، وعلى طول لمسة من الإيراني بجمان نوري يحرز أول الأهداف الآن لمصلحة الإمارات. إذا أتت الأهداف، أتت الأهداف، أتت الأهداف، والوصل أكيد ما راح يرضى. يمتلك أيضا لاعبين، شايفنا عبيد عن دقيقة أو دقيقتين. عيسى علي تصل للأمام، كرة اللعب، خطر جول، جول اسماعيل، وحيد اسماعيل ينجح الوصل بالتعديل قبل الذهاب لغرفة التبديل. بالفعل عن طريق اللاعب وحيد اسماعيل عاد الامبراطور، عاد الكبير في الوقت بدل الضايع. ينجح وحيد اسماعيل بضربة رأسية محكمة في وسط فرحة للأسطورة مارادونا. بالفعل يعدل النتيجة الآن، يعدل النتيجة وحيد إسماعيل لتعود المباراة من جديد. شوف، وفي هذه اللحظات أيضا عجمان ينجح بالتسجيل في مرمى الجزيرة. في نهاية هذه المباراة كرة اللعب الآن، محاولة بوش، يحرز الهدف الثاني للوصل الآن في الدقائق المجنونة. يسجل الوصل هدف عن طريق أديسون بوش بلعبة رائعة. شوف شوف، هدف ثاني للإمبراطور.